القطار يصل الآن. الرجاء الابتعاد عن الأبواب. The train is arriving. Please stand clear of the doors. الصعود للقطار إلى ساحة الوصول واستلام الحقائب. الحمد لله على سلامة الوصول يا شباب. أكو حنا أخذين العفش كله ولا وش؟ طبق البيت كله أنت غازي. كل يوم لازم لبسه 14 يوم كله 14 لبسه. وش نسوي؟ كنا رايحين مهاجرين حنا. وش نسوي؟ أما خمسان اثنين. ناس طهروا من المطار حنا. وش رحلتنا قصدي يعني. المفروض الرحلات الجاية 4 قمصان. اثنين ملون واثنين أبيض وأسود. بس الطائف بس من اندربه يا جماعه. الحمد لله هنيك بس الاربع والخمس تعرفون لها علاقة حقه وامورته تخلصها. شوفكم على خير ان شاء الله انكم استمتعتوا معنا.